كمل يا باشمهندس، فرح قلب ابوك. ولو اني بصراحه ابتديت اخاف عليك. تخاف عليا من ايه؟ من ايه؟ من اللي كان لا على البال ولا على الخاطر. الحب. حب ايه يا عم عباس؟ حب ايه يا عم عباس يا ابني؟ ده انت من ساعه ما اشتغلت في المصنع مالكش سيره غير ست سوسن. سوسن قالت، سوسن عملت، سوسن راحت، سوسن جت. والأكادة بقى لو ست سوسن في يوم ما جاتش تلوي بوزك شبرين والحياة تبقى صعبة. معقولة؟ معقولة في شهرين اتنين بس تقلب كيانك بالشكل ده؟ بس أقول لك بصراحة، باين عليها بنت تستاهل. هي من ناحية تستاهل يا بابا، هي تستاهل. وبعدين كل كوم والكلام اللي قالته لي النهاردة كوم تاني. ده أنا حافظة يا بابا بالكلمة وبالحرف. ارميه أهلاً. طالع لابوك، طالع لابوك عباس سكري غلبان وقلبك رهيف. ربنا يستر والحب ما يعملش فيك اللي عمله فيا وست امك. يا انت اول مره تقول لي انك حبيت ماما. طبعا حبيتها. انا عمري ما تهزيت قدام ست قبل نهدي المسيري ولا بعدها. نادي المسيري كمالها من النوع الأخاز الآسر، كبارة. عارف كنت أبقى مخلول منها وعايز أخنقها، عايز أمسك في زمارة رقبتها وأطلعها في إيدي. أول ما تبص في عينيا أنسى كل حاجة وما أفتكرش غير حاجة واحدة بس، إن أنا عايز أخدها في حبي ونعيش في دنيا غير الدنيا. دنيا لا فيها مشاكل ولا قلق ولا هم، ما فيهاش غير نهد المسيري وبس. معقولة بابا حبيتها الحب ده كله؟ طب سبتها ليه؟ نهد المسيري يا عادل، ست تقدر تدخل الراجل اللي عايش معاها الجنة وتقدر تدخله النار وتعيشه في جهنم. انت عرفتها ازاي يا بابا؟ مفيش. لما جيت مصر لا كان عندي اهل ولا عيلة، وكنت وحداني لسه صغير، وهي كانت بس لا اهل ولا عيله. امال اهلك راحوا فين؟ ماتوا كلهم في غاره في السويس. طيران الفانتوم الاسرائيلي كان ضرب معامل تكرير البترول الفيزيائيه. جريت انا وزينهم نشوف ايه اللي حصل. رجعنا لقينا البيت اتهد على كل اللي فيه، ما فضلش غير انا وعمك زينهم. بعد شويه حصل التهجير وجينا على مصر. المهم خدنا لنا أوضة كده متواضعة فوق سطوح في بيت كانت هي ساكنة فيه، كانت شغالة ممرضة. الحق اتقال كانت بنت جدعة وصاحبة واجب وما تتأخرش عن حد. لحد ما أنا الظروف عيد كده جالي دور نازلة معوية جديد، قعدت جنبي ما سابتنيش لحد ما خفيت وقفت على رجلي. بصراحة تقدر تقول في الوقت ده ان انا اتعلقت بيها، حبيتها. وهي حلوة ونخشة وجميلة ولماحة أنسة. ابتديت ألاغيها، قالت لي عايزني يبقى في الحلال تتجوزني. قلت لها اتجوز ازاي ومنين وانا اقدر افتح بيت؟ قالت لي ما تشيلش هم، انا اعرف شقة اصحابها هيجروا هيسيبوها وبعفشها. الشقة اللي احنا قاعدين فيها انا وانت دلوقتي زي ما هي، ما فيش حاجة فيها اتغيرت. المطلوب فيها مبلغ صغير، يعني تجيب القرشين اللي معاك على القرشين اللي معايا ونتكل على الله ونتجوز. وبصراحة انا ما كدبتش خبر واتجوزت. واضح يا بابا من كلام حضرتك انها كانت ست متعاونة وكانت كمان بتحبك يعني. ما اقدرش انكر ده. احنا قضينا فترة مع بعض، فترة عسل بجد. بس يا دوبك هي حملت فيك وابتدى القلق والزن والعكننه. قول لي بقى، احنا هنفضل في الفقر ده لحد امتى؟ هنفضل عايشين فيه كده على طول؟ مش هنقب بقى فوق سطح الدنيا؟ مش هنشوف الحياه؟ مش هنعيش شويه؟ واللي جاي ده واللي في بطني هيعيش ازاي؟ هيعيش في الفقر اللي احنا فيه؟ وخد يا بابا. سكت ليه حضرتك؟ لو مش عايز تكمل الحكاية بلاش. لا يا حبيبي. المهم
بقيت افكر في السفر. كان ابتدت هوجة السفر للخليج، قلت اسافر اجرب حظي ونحسن ظروفنا. قالوا لي في واحد ممكن يسفرك، يجيب لك تأشيرة وعقد عمل بس هياخد فلوس. كان معايا مبلغ صغير. الأمانة هي بعت الغوشتين اللي في إيدها واديتهم لي، كملنا وادينا الفلوس للراجل. الراجل خد الفلوس وفص ملح وداب، لا سفر ولا عقد ولا ديهوله. وابتدت جهنم بقى اتفتحت عليا، وطبعا هي اتجننت لان الغوشين اتباعوا وضاعوا فلوسهم، وابتدينا بقى الصريخ والزعيق والنكد، حاجه عيشه لا تطاق. وفجاه طلع عليها موال جديد، طلقني، انا عايز اتطلق، طلقني، انا عايز اتطلق. يا بابا هي معذوره برضو، انا اسمع ان الست لما بتبقى حامل بتبقى مخنوقه ومش طايقه حد حواليها. ما قلناش حاجه. طب ما انا كمان معذور، انا مين يرحمني؟ ده ابتدت تتهمني بان انا ضحكت عليها، وان انا راجل كسول، وان انا ما بسعاش، وان انا مش عايز اشتغل. يا ست اصبري شويه، يا ست مش كده، اكيد هتفرج وهتتحل، في عيل جاي، العيل ده يتربى بينا، ما يترباش بعيد، لو اتطلقنا هيتربى ازاي؟ اهدي اصبري. في الاخر طلقتها يا بابا. ما كانش قدامي حل تاني غير كده. كررت الطلب ده اكتر من مره، منهم مره قدام عمتها. حاولت اصبرها، قلت لها استحملي شويه، في عيل جاي، مفيش فايده. يا ست انت مش كده، الواد ده هيتربى بعيد عني او عنك، هيتعب هيتبهدل. نشف ريقي معاها، غلبت. قلت لها حرام عليك، الحب اللي بينا ده يضيع. بس واضح انها كانت خدت قرار انها لازم تتطلق، وانها تعيش حياه انا مش فيها. ورتبت لكل ده بحجه ان الواد اللي جاي اللي هو انت لازم يعيش عيشه احسن من اللي انا وهي عشناه. بس ادي النتيجه، عيشه ايه اللي احسن من اللي عشناها واللي عشناها؟ ما هو انا مش عارف ايه اللي خلانا فتحنا الموضوع ده. حاضر يا اللي على الباب. حاضر. مساء الخير يا ابو عادل. اهلا يا علم، اتفضل. متشكر، اصل انا سايب القهوه لوحدها، في ناس عايزينك على التليفون ضروري. عايزين انا مين؟ ايوه يا عباس، انا ناهد. انا عايزاك تجيلي بكره ضروري. لا هنا في البيت. خير يعني ان شاء الله. الله، طب ما تفهميني ايه الحكايه. ماشي ماشي، بكره الصبح ان شاء الله اكون عندك. مع السلامه. اتمنى انك تكون فهمت وقدرت الموقف الصعب اللي انا فيه. احمد من ساعه ما عرف الموضوع ده وهو في حاله انهيار، هيتجنن. لا 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 لا، ألف سلامة عليه من الجنان، بعيد الشر عليه يا مدام. افهم اللي بقوله يا عباس وبطل تريقة. الموضوع ده فعلا خطر ولازم نشوف له حل، ما هوش بالبساطة اللي أنت واخدها دي. خطر؟ خطر على مين بقى بالظبط؟ خطر، خطر علينا كلنا. أنت ناسي أحمد ده يبقى مين؟ ده يبقى صاحب المصنع اللي أنا وابنك بنشتغل فيه. أنت ناسي كمان إن يوم ما طلبت منه يشغل عادل عنده في المصنع وافق على طول وبالمرتب الكبير اللي بيديهوله وقال لي حاضر من عينيا؟ يا عباس أرجوك فهمني، أحمد بيحب سوسن من هم عيال صغيرين لسه في المدرسة، وبعدين مكلم أبوها عليها كمان، يعني هما تقريبا شبه مخطوبين. ماشي، فهمت اللي أنت عايزاه. ممكن أعرف بقى إيه المطلوب مني بالظبط؟ المطلوب منك تنبه على ابنك يشيل البنت دي من دماغه خالص، ويرحمنا ويرحم نفسه من المشاكل اللي ملهاش داعي. ما انتش ملاحظة حاجة؟ من ساعة ما ابتدينا الكلام وانت عمالة تقولي ابنك ابنك، مفيش مرة قلتي ابني. بس ده مش غريب على فكرة، شيء طبيعي انك لا تحسيش انك لا ام ولا ليك ابن. يوه، ما تمسكليش بقى على الواحدة يا عباس. عادل ابني زي ما هو ابنك، وبعدين انا الموضوع ده مضايقني زيك واكتر، بس هعمل ايه يعني؟ ما هو لو كان حط عينه على اي واحده تانية انا كنت جريت خطبتها له وجوزتها له فورا، لكن دي بالذات لا، ما ينفعش.
مش من مصلحته ولا من مصلحتنا. أرجوك أرجوك تفهموا الكلام ده يا عباس. فهمت؟ فهمت يا مدام. هكسر قلبي الواد. ماشي. ادي يا زينهم اللي انا كنت خايف منه حصل. الموضوع طلع اكبر مما كنا نتصور. ناهد هانم المسيري دخلت في الموضوع بتهلها زي ما انت قلت بالظبط. قالتها لي كده بشكل واضح وصريح. قول لي لابنك يخلع من الموضوع ده. الموضوع مقفول مش من حقه ومش عايزين مشاكل. ما هو ده اللي انا كنت عامل حسابه. كنت عارف ومتاكد ان هي لازم تيجي في صف ابن جوزها، في صف الفلوس والعز. ما هي لو ما عملتش كده ما تبقاش ناهد المسيري. يا سيدي المشكله مش في ناهد المسيري، المشكله في ابني. اقول له ايه؟ انت لا تقول له ولا تجيب له سيره من اساسه. ازاي يعني اسيبه كده على عماه لحد ما الفاس تقع في الراس والمصيبه تحصل؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ما انتش عارف الواد ابن جوز ناهد. الواد شكله شراني واكيد هيحاول يحتك بالواد ابني. وبعدين عادل شاب اكيد برضه مش هيسكت. الواد ابتدى يتعلق بالبيت. ايوه ابتدى يتعلق بيه. هو صحيح ما قاليش كده بشكل مباشر بس الحكايه واضحه مش محتاجه شرح. طب وهي؟ هي بقى موقفها ايه؟ البيت يعني مع الواد ابنك ولا مع الواد التاني؟ مش ملاحظ ان انت ما جبتليش سيره الحته دي خالص؟ جبت السيره عشان ما اعرفش حاجه. بصراحه انا ما اعرفش البيت مع مين فيهم بالظبط.